السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اول حاجه ناخذ ثاني من وقتي وقتكم ونصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كيف ما تشوفوا وصفه اليوم باش تكون المادلين الفرنسي بطريقه سهله ومبسطه وبكميه وفيره، وخاصه توا العوده المدرسيه على الابواب. كيف ما تشوفوا لينا عندي اربع كعبات عظم، كيف ما تشوفوا الحجم نتاعهم كبير شويه، مغرفه خل، زوز باكويت نتاع خميرة 10 غرام الوزن نتاعهم، كاس نتاع سكر، الكاس هذاك السعة نتاعو 240 مليلتر، كاس زيت نباتي، وكعبة ياغورت قومة شماش، وعندي لهنا الفاني السايلة، وبالطبيعة الفارينة اللي باش نلمو بها، وبالطبيعة رشة الملح هذيك ما ننسوهاش خاطر نعرفوا الفارينة المطعم نتاعها كي يبدا مصط شوي، ماذا بينا الكيكة نتاعنا المادلين نتاعنا يكون البنة نتاعو معدلة. أول حاجة باش نبدو بها لنا اول حاجه باش نضيفوا السكر على العظم، نركضوهم بالباهي كيف ما تشوفوا بالركض اليدوي، مانيش باش نستعملوا لا باتور لا حتى شيء، مانيش باش نستعملوا الركض الكهربائي، نستعملوا الركض اليدوي كيف ما تشوفوا. نخفقك البيض هذاك بالباهي مع السكر، ولهنا باش نزيدوا الكعبه نتاع الياغورت. لهنا اخترت الجو نتاع المشمش، بالنسبه لكم انتوما تختاروا اي جو تحبوا عليه. بالنسبه للياغورت راهو يعوض لنا الحليب، انا حطيت الياغورت بالقوم تاع المشمش باش المادلين هذاك يجيني بنين ويعطيني ياك الجو هذاك البنين تاع المشمش. انتم تنجموا تختاروا فريز، تنجموا خوخ، تنجموا اي حاجه حتى فاني، وتنجموا حتى الياغورت الطبيعي. بالنسبه للياغورت كيف ما قلت لكم راهو يعوض الحليب. صبيت المغرفه نتاع المغرفه هذيك نتاع الخل، ولهنا باش نحط نكتين كيف ما شفتوا قطرتين صغيرين نتاع الفاني، ونخلط السوائل هذيك نخلطهم بالباهي. بالنسبه للخل الدور نتاعو راهو يعطيناك الهشاشه نتاع المادلين نتاعنا، يبدا المادلين هشوش وفارغ من داخل، وفي نفس الوقت يعطينا تقرميشه. وصبيت توا كاس الزيت هذاك اللي هو الساعه نتاعو كيف ما قلت لكم 240 مللتر، يعني نفس الكاس هذاك باش نكيلوا به السكر والزيت ونكيلوا به الفارينه. نخلط وكل الخليط هذاك الكل، وكل السوائل هذيك نخلطوها الكل اللي تتجانس الخليط الكل. وتوا لهنا نجيب الكيس هو نفسه وباش نكيل به الفارينه. بالنسبه للفارينه باش ناخذ لي 3 كيسان، يعني المادلين هذاك ما شفتوا الكيس ماهوش معبي برشا، يعني ماهوش مكوم نقولوا نحنا، كيس وكهو يعني كيس مليان ماهوش مكوم، يعني ماهوش نقولوا نحنا الفارينه طالعه الفوق. ولهنا فوق الفارينه هذيك باش نصب زوز باكويت نتاع الخميره، لازمني نغربلهم خاطر تعرفوا ديجا الخميره مسكره ما نعرفوش تبدا فيها كعابر ولا حاجه، ماذا بينا كل شيء يتحل وكل شيء يبدا مريكل. لهنا باش نزيد الكاس الثاني قبل ما نبدا نخلط. انتم تنجموا بالكاس تنجموا تخلطوا الفارينه نتاعكم، نغربلها الفارينه باش ما يتيحش فيها اي حاجه، ديما ماذا بينا نستعملوا هكا الطريقه هذه باش الكيك نتاعنا يدخل في وسطه الهواء من داخل وما يجيناش نقولوا نحنا مكبد، ما يجينيش هكا الكيك نتاعنا الثقيل نتاعو خفيف من داخل. وتو تشوفوا ديجا النتيجه من بعد، نخلطوا توكل الفرينه هذيك بالباهي مع الخليط هذاك. بالطبيعه باش نزيدوا الكاس الثالث. لهنا بالنسبه للمادلين او المافن كيف ما تعرفوا ولا الكاب كيك، راهو الخليط نتاعو خاصه المادلين الخليط نتاعو راهو مختلف شويه على الكيك العادي، راهو لازم يكون القوام نتاعو خاسر برشا، تحسوه هكا تحسوه قريب للعجينه السائله شويه. هذا الكاس الثالث كيف ما شفتوا، بالطبيعه نزيد نغربلو كالعاده، ومن بعد نخلط بالسياسه. لهنا باش نزيد رشه الملح، نغربل تو الفرينه هذيك، وتو باش نخلط الكاس الثالث هذايا كيف ما تشوفوا. تو تشوفوا الخليط اللي نتحصل عليه من بعد، سهل راهو ماهوش صعيب، صدقوني اسهل منه ما فماش، فقط تتبعوا الطريقه وتتبعوا النصائح بقدره ربي باش يجيكم مادلين ناجح على الاخر، ويجيكم هشوش ومن داخل يبدا فارغ. تو تشوفوا بعد الكعبات في الاخر صدقوني يجيكم بنين على الاخر، وخاصه تو صغيرات عوده مدرسيه شوفوا القوام نتاعو قديش خاسر. هذايا الخليط نتاع المادلين نتاعنا، وتونا نقول لكم على السر اللي يخلي المادلين نتاعكم يجيكم ناجح وما يجيكمش هكا نقولوا نحنا منفوخ برشا، يجيكم كيما المادلين الفرنسي العادي. لهنا بعد ما كملت خلط الخليط هذاك الكل، توا باش نهبطك الخليط الزايد هذاك كيف ما شفتوا، هذاك نحاول نستوي باش الخليط الكل يبدا فرد نيفو. توا بعد ما استويت الخليط هذاك نتاع الكيك، توا باش نغطيه وندخله للفريجيدير يرتاح مده نص ساعه. السر فك النص ساعه هذيك، لهنا جبت القطع هذايا نتاع البلاستيك، هذايا صغير طلع لي صغير. توا باش نجيب البابي سيلوفان ونغطي بها ونحطه في الفريجيدير يرتاح وتضاعف الحجم نتاعو، يعني باش نخلوه يخمر في وسط الفريجيدير. توا من بعد نخرجه بعد نص ساعه، نخرجه ونوريه لكم كيفاش خمر. لهنا
علاش؟ باش منه فيه يخمر وفي نفس الوقت يبقى بارد، باش مبعد في الفور ما يتنفخش برشا، خاطر المادلين ما يزموش يبدا منفوخ برشا وما يزموش يفيض على المول نتاعو. هذايا السر نتاع الكيك، الخليط نتاع الكيك كي نحطوه في الفريجيدير باش مبعد نتحصلوا على كعبات مادلين يبدو مستويين وفي نفس الوقت يبدو مزيانين. كيف ما شفتوا هذا الخليط باش نحطه في الفريجيدير، وباش نتعدى توا ندهن المول نتاعي. لهنا خديت المول نتاع المادلين هذيا، عندي هذيا تنجموا تستعملوا المول هذوك نتاع نقولوا نحنا الورقه هذوكم نتاع الكب كيك، هذوكم زاد راهو يجي فيهم المادلين عادي. لهنا ندهن بالزبده والا مارغرين مش مشكل، حتى الزيت زيتونه راهو عادي. ومن بعد بالطبيعه باش نكمل ندهنهم الكل ونرش عليهم الفرينه باش من بعد الكعبات المادلين نتاعنا ما يلصقولناش في وسط المول، يعني بسهوله نخرجوهم من المول بالطبيعه وقت اللي يبرد، ما نخليهمش هما سخونين. لاني كيف ما تشوفوا كملت دهنت المول نتاعي، تو باش نرش عليه الفرينه. بالطبيعه نرش الفرينه على البلايص الكل، ومن بعد الفرينه الزايده هذيك الكل باش ننفضوها، ما نخلوش فرينه زايده. لهنا توا باش نرش الفرينه فوقك البلايص هذوكم تاع الكيك بالطريقه هذه، نحاول نغطي البلايص الكل هذوكم، ومن بعد الفرينه الزايده هذيك الكل باش ننفضها ما نخليهاش. بالطبيعه الخليط نتاع المادلين قاعد يرتاح في الفريجيدير كيف ما قلت لكم، نخلوه نص ساعه. ننفض توا الخليط هذاك كيف ما شفتوا باش ننفضوا توا، ونخلي المول نتاعي تبدا نظيفه ظاهر فيها الفرينه كيف ما شفتوا بالطريقه هذه، نفضتها من الفرينه الزايده الكل. وتوا خرجت الخليط نتاع المادلين نتاعي من الفريجيدير كيف ما تشوفوا، ضعف الحجم نتاعو ديجا، شوفوه كيفاش تخمر من اللوطه، شوفوا كيفاش. توا باش نحطه في وسط المول هذيك، نجيب المول نتاعي وباش نبدا نحط في وسطها. شعلت الفور على 180 درجه بالطبيعه من فوق ومن اللوطه، ولهنا كيف ما تشوفوا ناخذ تقريبا مغرفه مليانه ولا حتى مغرفه غير ربع باش الكعبات ما يجوناش فايضين، يجونا قد قد يعني قد البلاصه هذيك نتاع المول، وما يجوناش منفوخين برشا، يعني باش يجونا كيما المادلين بالضبط. نتبعوا الطريقه كيف ما قلت لكم، تبعوا النصايح الكل بقدره ربي يجيكم مادلين بنين على الاخر، وما يجيكمش مادلين يبدا فايض على الجناب والا يبدا منفخ برشا. كيف ما شفتوا مغرفه غير ربع والا مغرفه تبدا معبيه برشا راهي، مغرفه غير ربع باش تجيكم الكعبه بالضبط في يعني البلاصه نتاعها، يعني ما تفوتش للحد نتاع البلاصه نتاعها وما تفيدش على الجناب. بالنسبه للكميه كيف ما شفتوا، بالنسبه للكميه هذه اللي خلطتها تعطيكم 24 كعبه والا حتى اكثر، توصل لكم حتى تقريبا ل 30 كعبه. كيف ما شفتوا نحركهم شويه بركه، وتو باش نحطهم في الفور. كيف ما قلت لكم الفور ملي بديت نعبي في الخليط حطيته يسخن على 180 درجه من فوق من اللوطه بالطبيعه، هذا المادلين نتاعي في وسط الفور نخليه لين يتحمر بالباهي، يتحمر مليح ينشف ويتحمر، وقت اللي نعرفوه يتحمر من فوق نخرجوه. هذا تو المادلين نتاعي كيف ما تشوفوا خرجتهم من الفور، شوفوه كل كعبه في بلاصتها، ما فماش حتى كعبه فايضه هكا خارجه على جناب ولا حاجه، كل كعبه في بلاصتها. وبالطبيعه كي يبرد نوريكم الشكل نتاعو النهائي وتشوفوه اللي هو ماهوش منفخ برشا وماهوش يعني كي نقولوا نحنا فايض على جناب ولا حاجه، الكعبات مستويين مريقلين. وكيف ما قلت لكم الكميه هذه راهي تعطيكم كميه ما شاء الله، وخاصه لاصحاب المشاريع الصغيره تنجموا تعتمدوها الطريقه هذه، مثلا اللي يسترزق هكا ويعاون عائلته ينجموا حتى بالمادلين هذه راهو ينجموا يخدموا بيه. مثلا كيما قلت لكم العوده المدرسيه على الابواب تنجموا بالطريقه هذه تخدموا مادلين هكا، يا اما بالموديل هذايا ولا الموديل العادي هذاك يعني بالمول نتاع الكاب كيك، وتبيعوهم للصغيرات تبدا حاجه نظيفه، حاجه معموله في الدار على عينيك نظيفه، والا حتى لصغيراتك والا لفطور الصباح ولا حتى القهوه العشيه، حاجه سهله وبسيطه. وكيف ما قلت لكم راهو السر فك المغرفه نتاع الخل. هذا المادلين نتاعنا كيف ما تشوفوا ماهوش منفخ، شوفوه قداش هشوش. وبالطبيعه في الاخر باش نحل الكعبه معاكم ونوريكم المادلين نتاعنا.
هذه المادلين كيف تشوفوا في طبق التقديم بالطبيعه، باش نحل الكعبه ونوريكم باش تتاكدوا اللي المادلين نتاعنا هذه راهو من داخل خفيف، وصدقيني كي تاكلوه راهو فيه تقرميشه ومن داخل يبدا خفيف على الاخر، ماهو شكل الكيك يبدا يغصص ولا يبدا هكا نقولوا نحنا مكبد من داخل، لا بالعكس هذايا راهو اكل مغرفه الخل هذيك والترتيحه نتاع الفريجيدير نص ساعه هذيك تعطينا نتيجه رائعه وبالحق تعطينا مادلين ناجح على الاخر. وتوا باش نوريكم شوفوا الكميه ما شاء الله بخلاف اللي مازالت في الفور، هذايا المادلين نتاعنا شوفوا كيفاش من داخل، شوفوا المادلين من داخل صدقوني فيه تقرميشه وبنا ما نحكي لكمش، جاي ياسر هشوش وياسر خفيف وشوفوه قديش طري، جربوا الطريقه وباش تعجبكم ان شاء الله. هذه كان فيديونا اليوم وهذه كانت وصفه اليوم، ان شاء الله الفيديو عجبكم وفي امان الله.